إن كنت صادقا ورفعت كتاب الله فالرأي كتاب الله اليوم يدعوك لأن تدعن لنصوصه ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت بريئا فكتاب الله كفيلا أن يضمن لك الحصانة. لا تطلب الحصانة لا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من دول الجوار. اطلب حصانتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت حقا محق وإن كنت صادقا أمينا. أم أن هذه نعمة وهذا كلام أردت به الباطل؟ فوالله ثم والله أننا لن نتخلى ونحن في كل مسيرة من المسيرات ونحن نعلم ونتعهد للشهداء الذين ماتوا لنحيا والذين علموا كربة بلدنا وأوطاننا لنعيش ونقطف ثمرة هذه الثورة. نتعهد أننا لن نخون هذه الدماء مهما كلفنا من ثمن ومهما كلفنا من تضحيات. فإن هذه التضحيات وهذه الأثمان ليست أغلى